طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وحول آخر التطورات على الساحة العراقية. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اليوم أقفلت أو منذ يوم أمس أقفلت أسواق الجملة أبوابها بسبب خفض قيمة الدينار العراقي ورفع سعر صرف الدولار، ما ولد خسائر كبيرة لدى التجار. مثلا في منطقتي جميلة والشورجة المركزان التجاريان، كما جاء في تقرير لصحيفة المدى، شهد إغلاق أغلب التجار لمحالهم التجارية. مثلا التقرير سلط الضوء وأخذ بعض الشهادات، يعني سيف علي وادي تاجر للأقمشة في سوق الشورجة قال بأن السوق كان يقفل يوميا في الساعة الثالثة ظهرا، لكن اليوم أصبح السوق فارغا منذ 11 صباحا. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في أن استيرادنا للبضائع يكون بالدولار وبيعها بالدينار، ما يؤدي إلى زيادة أسعار السلعة. بيّن بأن أغلب التجار أغلقوا محالهم اليوم خوفا من الخسارة وعلى أمل خفض سعر الصرف في المستقبل القريب. تحدثت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم بأن خفض سعر الدينار العراقي قرار اتخذته السلطات للمباشرة بتطبيقات أشد قسوة على العراقيين، وستنفذ جميعها أو جميعا وبدون أي إرادة. قالت أيضا هو قمع اقتصادي، ووصفت الإجراء الحكومي بأن الفقر سيزداد والقادم أسوأ، والكل موافقون ومتفقون كما قالت. طبعا البنك المركزي قرر تعديل سعر صرف العملة الأجنبية، وكما يلي: دينار ألف، يعني دينار لكل دولار، سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية ب 1450، ونحن تحدثنا قبل يوم على هذا الموضوع، ودينار لكل دولار سعر بيع 1460 للمصارف، أما للمواطن فينباع ب 1470 للجمهور العراقي. طبعا على خلفية ذلك دعا ناشطون إلى احتجاج سلمي تنديدا بالتوجه الحكومي، وجاء في الدعوة إلى جميع الأحرار من الشعب العراقي بشتى طوائفه وفئاته بتظاهر يوم الاثنين اليوم المصادف 21 من كانون الثاني أو الأول 2020 في الساعة 3:30 بعد الظهر في ساحل التحرير. وبالفعل كانت هناك تجمعات وتظاهرات واسعة وبقية المحافظات. كما جاء في الدعوة يرجى حمل العلم العراقي وعدم رفع أي لافتة فئوية أو طائفية أو مسيئة لفئة من فئات الشعب كما جاء في الدعوات، ويرجى أن تقتصر الشعارات على رفض تخفيض القدرة الشرائية للدينار وتثبيت سعر الصرف السابق ومساواة جميع المصارف والبنوك في حصة بيع العملة وشفافية البيع، ومنع الحكومة من إجبار البنك على تعويم العملة، ومنع الحكومة من تخفيض رواتب ومستحقات الموظفين ومحاربة الفقراء في قوتهم، وإسقاط حكومة الفشل الاقتصادي، حكومة الاقتراض والتعويم والأوراق السوداء. طبعا على منصات التواصل الاجتماعي انتشرت المنشورات والتغريدات اللي انتقدت القرار، وتصدر هاشتاج مصارف الحرامية حسابات العراقيين على تويتر، ويعني عبر العراقيين أحد المدونين كتب: إذا كان راتبك بالعراق يساوي 900 دولار سيساوي بالتصريف الجديد 680 دولار تقريبا، يعني خسارة ربع الراتب تقريبا، بمعنى الحكومة قررت تأخذ ربع راتبك دون إعلان التخفيض، ولأن التخفيض جاء سريعا دون خطة وطنية فسوف ترتفع الأسعار بسرعة، وستدفع للبنزين والإيجار الربع الإضافي. وبالفعل اليوم شفناها البارحة واليوم ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العراقية. معنا اتصال
أبو زينب من النجف. أبو زينب أنت من النجف، كيف أسعار السوق يومكم اليوم بعد رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار العراقي؟ ألو، أسمعك أبو زينب، شلونك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو زينب، كيف أسعار السلع اليوم يومكم بالنجف؟ والله هي جابة نار. نعم. يعني هذول على قولة المصريين يتوقعون البلاء قبل وقوعه. هذول الناس يعني مو فقط في النجف، يعني العراق كله السوق. نعم. احترق. يعني رأسا بالخبر الأول من طلع وزير المالية وصرح برفع قيمة الدولار. نعم. رأسا إذا طبقت وفعلا صار ورفعوا بهذا الشكل المجحف بحق الشعب العراقي، يعني جزء راح يوصل 4 أو 5 أضعاف. هاي واحد. نعم. ثانية خانقة، المفروض يقللون سعر صرف الدولار ويرفعون قيمة سعر صرف الدينار حتى تزداد القدرة الشرائية وليس القوة الشرائية، لأن القوة الشرائية راح تبقى ثابتة بينما القدرة الشرائية راح تقل. هاي واحد. ثانيا من راح يرفعون صرف الدولار راح ينزل قيمة الدينار حتى لو كان نفس الكمية، يعني إذا كان نفرض 10,000 دينار راح يصير 7,000 دينار. هاي واحد. الثانية، يريدون يقللون رواتب الموظفين بين 30 إلى 35%. نعم. يعني هذه الضربة الثانية. ثالثة، المواطن بعد يعني الموظف ما راح يقدر يتصرف مثل ما كان يتصرف قبل هذا التاريخ. هو كان يتوخى زيادة في الراتب حتى يواجه مشكلات ومعضلات السوق. نعم. مو أن ينزلوه إلى الأدنى مثل ما يطلع جنابه وزير المالية يقول ايش دعوة هذا الترف بالمخصصات للموظفين، ما يستحي على نفسه وراتب الموظف العراقي ما يعادل واحد بال20 أو بال30 من راتب فراش في دبي. زين، هم بعدين كل ما صار عندهم أزمة أو يفتعلون أزمة يجون على راتب المقاريد الموظفين، ما تروحون على الرئاسات الثلاث، ما تروحون على الفضائيين، على السرقات مالهم من 2003 إلى الآن. نعم. وأيضا هناك فقرة مجرمة ومجحفة أدخلوها جزافا وحصرها حشر في موازنة 2021، وهي تمويل الأحزاب. طيب، القانون والدستور ينص بمنح هذه الفقرة، يقول لك ممنوع الحزب اللي يريد يدخل إلى الانتخابات هو يمول حملته الانتخابية من جيبه، مو يأخذون فلوس التمويل من أموال الناس ويروحون يخلون الشعب في ضائقة. على كل، بعدين لازم تعرض على مجلس النواب ويصوت عليها، وإذا ما صوت عليها بإلغاء هذا القانون أو القرار المجحف هذا، الشعب العراقي كله راح ينفجر يوم 3/1/2021، وخلي يخلصون رواحهم عودهم. وشكرا. أنا أشكرك أبو زينب من النجف، كان معنا خالد من البصرة. تفضل خالد. خالد تسمعني؟ خالد، يبدو أن فقدنا اتصال مع خالد من البصرة. علي من كركوك، تفضل علي. علي تسمعني؟ أبو حسين تسمعني؟ علي كذلك فقدنا اتصال مع علي من كركوك. طبعا صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قالت بأن لجوء الحكومة إلى تخفيض قيمة الدينار العراقي سيهدد بارتفاع التضخم ويكشف مدى اليأس الذي بلغه الوضع في العراق. أوضحت الصحيفة بأن انخفاض عائدات النفط ترك حكومة الكاظمي عاجزة عن تغطية النفقات، ما تسبب بتفاقم الوضع المالي المنهك أصلا. أكد بأن اقتصاد البلاد يمر بمرحلة خطيرة للغاية، لا سيما مع استمرار سياسة الاقتراض التي ستكبل العراق بمزيد من الديون. وأشارت الصحيفة إلى أن العراق معرض لمزيد من التآكل في ظروفه المعيشية، والذي سيؤدي لارتفاع حدة الغضب الشعبي ضد حكومة لا تحظى أساسا بتأييد العراقيين.
خالد من البصرة يعاود الاتصال. تفضل خالد. بعد قلبي. تفضل عيني، يا أهلا بيك. يا بعد قلبي. نعم. بعد عمري فدوى قلبك حبوبها الارتفاع سوى بينا. منو؟ السلام عليكم خوي. وعليكم السلام، يا أهلا بيك. بعد عمري احنا مهل البصرة. حياك. يعني هاي الوضعية مالت الورق لعبة من لعيب، احنا مؤجرين ما عدنا، ما عدنا رواتب، لا عدنا عيشة. نعم. بعد قلبي والله العظيم يعني هاي السالفة كلش تعبانة، الله شاهد. اسمعني من التلفون ابو عيني خالد، اترك نصي التلفزيون للاخير، نص التلفزيون للاخير. تمام حبيبي فدوى قلبك. ايه؟ تمام. بعد عمري فدوى قلبك والله العظيم وضعيتها تعبانه وقاعد عندي ايجار، يعني يعني احنا فقيرين، مين نجيب مين نجيب يعني هي يعني عامله يسوونها بينا. نعم. يا بعد عمري والله العظيم تأذينا، يعني شلون يعني يعني احنا ما عندنا ناس يشتغلوا كسبه، يعني ناكل يوم بيومه، جينا تعال سعدنا لنا شاب نار، ما اقدر اشتري بطل ديه، لا اقدر اشتري شاي، لا اقدر، والله تدمرنا بالقران. نعم. شلون الاسعار؟ أيوة. اسعار السلع الغذائيه اليوم البارحه بعد والله العظيم الشاي ب 2.5 الشاي بالقران، بالقران الكريم، كيس الشاي ب 2.5 بعد. نعم. والله هذه هذا الزيت 30 دينار، زين احنا منين نجيب احنا؟ احنا راح اخذنا 10,000 دينار. انت عارف شو تسوي؟ تجيب بها زيت، تجيب بها دهن، شكر، شاي، تمن، طحين، لا كميه، لا شيء، لا عيشه، ايجار ورانا، ما عندنا موظفين احنا كاسبين، يعني ايش عندنا تنفيذ على باب الله نشتغل. الله وكيلك. والله يعينكم. والله العظيم محمد متأذن وايجار 150,000 شهر، منين نجيب؟ والله العظيم والله العظيم نموت احسننا ولا العيشه، والله ملينا بالقران ملينا. الله يعينكم والله يفرج عن الشاب العراقي خالد من البصرة كان معنا. طبعا اتهمت مفوضية حقوق الإنسان في العراق الحكومة بالتعدي على قوت ورواتب الموظفين وذو الدخل المحدود بعد قرار خفض قيمة الدينار بشكل مفاجئ. أضافت المفوضية بأن توجه الحكومة إلى رفع سعر صرف الدولار بشكل سريع بدون أي رؤية واضحة أو جدوى اقتصادية مدروسة أو توفير بدائل للطبقة الفقيرة ومن هم دون خط الفقر والذين يمثلون ثلث الشعب العراقي يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان. وإصرارا على مخالفة الاتفاقيات الدولية الملزمة دعت المفوضية إلى اتخاذ إجراءات جادة في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وإعادة النظر في هيكلية المؤسسات التي تعتبر العبء الثقيل على الدولة وضبط المنافذ الحدودية وفرز الموظفين الحقيقيين من الوهميين وضبط النفقات والسعي لإعادة جدولة الديون الخارجية بدلا من خفض قيمة العملة. يعني الجماعة ناموا قعدوا وقرروا خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. ليش؟ لأن تدروا 17 سنة هم خطية ملتهين بالبناء وملتهين بالمشاريع وما مخلين مجال نفسهم إلا في خدمة العراق وسرقة شعبه وقوت يومه. فبدال ما أنه يقررون تقليص رواتب المسؤولين إلى أقل درجة والرئيس الوزراء اللي ميزانيته توصل إلى أكثر من 1,300,000 دولار يوميا إلغاء هذه الميزانية اللي ما إلها أي داعي وبدل رواتب وهمية يتقاضاها زعماء الأحزاب والميليشيات إلغائها يروحون على المواطن المسكين، هاي هم اللي يقدرون عليه امتيازاتهم رواتبهم وصفقاتهم اللي يأخذوها من خزينة الدولة، هذا خط أحمر لازم ما توصل له. بس من يوصل الأمر إلى المواطن عادي، خلي المواطن يعيش، خليه ما يعيش، خلي نرفع سعر الدولار، خلينا نضرب الدينار، خلي أسعار السلع الغذائية ترتفع، مو مهم البطاقة التموينية مبوكة صارنا 17 سنة، هاي مو مهم، نقتل الناس اللي يعبرون عن رأيهم بطريقة سلمية هذا مو مهم، أهم شيء نحافظ على امتيازاتنا الجماعة ونحافظ على مكتسباتنا من الاحتلال الأمريكي اللي جابهم واللي هم يسرقون في خزينة الدولة.
هاي ما يسووها. يعني هذه الأمور التقشفية لو كان عندنا ناس عندها ضمير كان قلصت هذه الأمور ومليارات ثقوا مليارات كانت يعني جاءت إلى خزينة الدولة إذا كانت عندنا حكومة أو عندنا ناس حقيقيين حريصين على أمن واقتصاد البلد. معنا اتصال أبو فاطمة من صلاح الدين. تفضل أبو فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ؟ حياك الله يا أهلا بك. يا رب يسلمك أستاذ العزيز. إحنا تعرف يعني بديك الحلقة شاركنا إحنا نازحين في مخيم عاشتي فيه السليمانية. نعم أستاذ العزيز، يعني هنا ارتفع المواد، يعني ارتفعت الغذائية وارتفع يعني الكيسب والتمن كان مكسر، يعني تشتريه ب 35 حسب صفح ب 50,000 دينار. نعم اي يعني أستاذ العزيز احنا نازحين، يعني ما عندنا يعني وين نروح وين نجي وين نطي وجوهنا. نعم يعني احنا صارت 6 سنين ما حد سأل علينا، وولادي مسؤول ودق صدره هنا وساعدنا خلاص، يعني ما شلع ما وعد جانا، يعني حسب هيك يعني بهذا الدولار صعد، يعني عمي راح ذهب الى الصرفه الا ورقه يريد يصرفها، قال له والله ما لا اشتري ولا ابيع. يابا ليش؟ لانه يقول لي السوق ما مستقر، يعني هسه انا اشتريها من عندك 147 يعني ورا مشوار يعني ب 35 يعني ما مستقر السوق. يعني حتى الورقه قامت هنا للصرفه ما يشتريها. نعم يعني يعني استاذ واحنا مهجرين، لو تقول ببيت وقاعد ومستقر وعندك حلال وعندك هاي، يعني احنا ما وجدنا غير ما عندنا يعني ما عندنا عيب، يعني هسه اني يعني من ما اقول ما عندي حد عيب يعني. استاذ العزيز يعني ماكو مسؤول ينتبه على هاي الشغله، ماكو رئيس. لا حول يعني والله ملينا، يعني احنا نازحين 3000 الف يا نسمه، يعني مو جاي احكيك على عائله والف عائله و 3000 عائله وازود. يعني استاذ العزيز هسه انا يعني كمثل يعني اريد اروح اشتغل شغل يعني ماكو، وقاعد بخيمه ومن هنا كهرباء بفلوس، يعني وين اروح؟ يعني انت مكاني. اي والله والله مأساة. انتوا وين قلت لي ابو فاطمه؟ انتوا مخيم عاشتي بالسليمانية؟ اي والله بالمخيم عاشتي في السليمانية يعني. نعم ان شاء الله يعني ان شاء الله يسمعوك الخيرين والمنظمات وان شاء الله ما يقصرون معاكم. يعني استاذ احنا نطالب من المنظمات يعني تجي ليه جاي يعني كمساعدة، ما اريد لا فلوس ولا هذا، كمساعدة يطلعونا جواز سفر. نعم ونريد نروح ما نضل هنا نبعد خلاص ما نضل، يعني احسن ما نموت من الجوع احنا عوائلنا. نعم. لا احنا ميتين ولا احنا عدلين، ظلنا. نعم. بس ندحج. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يعينكم والله يفرج عنكم يا رب. انا اشكرك اخي ابو فاطمه نازح من صلاح الدين. معنا اتصال من كربلاء. سعد من كربلاء، تفضل سعد. سعد تسمعني؟ سعد يبدو اننا فقدنا اتصال مع سعد. ابو الحسن من بغداد، تفضل ابو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. كيف السوق اليوم يكون بغداد؟ نعم شلون السوق اليوم ببغداد؟ والله استاذ انا بالنسبه لي اشتغل بالمواد الغذائيه، يعني نعم. تجاره المواد الغذائيه. الان اليوم بالنسبه للسوق كلش معلق. عندك الثمن البزمكي العربة المقطع كنت ابيع ب 26 اليوم ب 38,000 نتيجة صعود الدولار ونتيجة هبوط الدينار العراقي. طبعا الاقتصاد يعني العراقي يعني حوالي 12,000 دينار مو صعود. اي نعم لو 10,000 كان بيش دينار. كان بيش قد بالله كان ب 26,000. نعم. الان اليوم ب 28
اليوم 38 العام. هذا ب 38. نعم نعم، يعني 8000 صار. الزيت كان ب 25، الزيت كان ب 25، اليوم ب 40. زيت الدار هذا الانتاج العراقي. اما الشكر 32 صعد 43. يعني هاي عملية تدمير الشعب العراقي واقتصاد الشعب العراقي، وبالتالي هذول جوي خدمة للملالي في طهران بسبب طبع العملة. ألو. نعم معك، معك أبو حسن. ألو. أسمعك واضح. بسبب. نعم. بسبب طبع العملة في جامع براتة كان يقودها جلال الصغير، جاب مطابع من إيران ونزل الفلوس وسحب الدولار من الشق ومن المصارف ومن المضاربات الاقتصادية يعني الصيرفة، فسحب أكثر من 150 مليار دولار وداها إلى إيران، اشترى بها من الدولار من العراق لأن نتيجة الطبع اللي موجود في جامع براتة. نعم زين أبو حسن، أريد يريدوني. نعم كمل كمل. نعم. عفوا كمل. كمل يدبرون الاقتصاد العراقي ويريدون يجوعون الشعب العراقي. هذول ما جايين يخدمون الشعب العراقي، لانه جوي يخدمون النظام الايراني اللي كان حاميهم وكان آويهم. فهذول جوي هم ايرانيين، ما جوي يخدمون الشعب. جوي يجوعون الشعب ويدمرون الاقتصاد العراقي، وبالتالي الأحزاب والميليشيات مسيطرة على المنافذ الحدودية ومكاتبهم نتيجة السيطرة على المنافذ الحدودية والاقتصاد. أيضا شركات أسسوا هنا كانوا ما يملكون كل شيء، فأسسوا شركات تجارية في سبيل يدعمون أحزابهم ويدعمون ميليشياتهم، حتى أي واحد من الشعب العراقي عارضهم يقتلوه. يعني نعم. نتيجة هذه الثورة اللي صارت ثورة تشرين العظيمة اللي كانوا يطالبون بتعيينات ويطالبون أيضا بحقوقهم المشروعة. نعم. التعيينات والعمل. فهذه الثورة أيضا غيرت، ولكن زين أبو حسن أريد أسألك سؤال أبو حسن. نعم. يعني مثلا نعم. اليوم التاجر مشتري بضاعته صار له خلينا نقول شهر مو اكثر، تمام؟ اي اشتراها من كان. نعم. سعر الدولار ب 1200 اوكي. اي نعم. اليوم البضاعه هي نفسها، فاجى. نعم. رفع الاسعار ويا ما ارتفع سعر الدولار. انت برايك هذا مو التاجر هم يتحمل اثم ويتحمل مسؤوليه مثل ما تتحمل الحكومه اللي تضر المواطن؟ اي بالضبط يتحملها التاجر، لانه هو لو فعلا تاجر وطني كان بقى على نفس السعر الاولي، كان بدلا ما يبيعها مثلا اليوم الزيت صار ب 40 كان يبيعها ب 25 او 26 او 27. ما يبيعها ب 40 لان هاي تدمير للمواطن العراقي ومجاعه المواطن العراقي. ايضا يتحمل التجار الكبار والتجار الصغار، لأنه لو تجار وطنيين يبقوا على نفس السعر إلى أن يستقر السوق يعني يبيعوه هم. نعم. الآن قسم من الشركات والتجار أستاذ عمر. نعم. ضموا كل البضاعة قام ما يبيعوها يعني. نعم. يعني احتكار محلات أبيع احتكار فاحتكروا. نعم. احتكروا المواد. يعني هذا أكو تجار عندهم أكثر من 4000 5000 كرتون. نعم. من التمن المقطع التمن العربة ضمن. الزيت كذلك، المعجون، الطحين، المواد الأساسية، الشكر ضموها يريدون بعد فكة أنه يصعد السوق. وهذا أيضا شارك الحكومة بالتآمر على الشعب العراقي، لأن. نعم. هذا مو تاجر وطني، هذا جاي على حساب المواطن أنه يكسب المال، وبالتالي هو المتضرر الشعب العراقي والمجاعة. من هذا المنبر طبعا ندعو التجار كذلك أنه يعني هلهلا بالمواطن ما يصير، يعني حرام عليهم. خلي يرجعون هم. نعم. الحكومة خلي يرجعون الحصة التموينية الكاملة قبل الاحتلال. هي أهم مشكلة. 24 مادة. خلي يرجعوها ذات الوقت، خلي يصعدون السوق. من يشتري بعد إذا الحصة التموينية موفرة للشعب؟
بالفعل، هي لو كانت حصة تموينية موجودة كان المواطن يحتاج أشياء بسيطة من السلع الغذائية. كان الحصة نتيجة زيادة. نعم. الآن الحصرة على المواطن العراقي كيس التمن، يعني كيلو التمن أو الزيت، يعني قاموا يستجدون مع الأسف هذا العراقي الكريم العراقي الشريف اللي صاحب الغيرة والكرم، الآن وصلت به أنه يستجدي الغذاء لعائلته. مع الأسف أنا أشكرك. الحكومات من بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وتدمير الاقتصاد وتدمير النفس العراقية. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. معنا أم حاتم من بغداد، تفضل يا أم حاتم. أم حاتم تسمعيني؟ فقدنا اتصال مع أم حاتم. علي من كركوك، علي تسمعني؟ السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلونك استاذ عمر؟ يا هلا بيك، حياك الله، تفضل. استاذ عمر، قناه الرافدين هي قناتنا وهي قناه العراق الفقير. نعم. الله يسلمك، هذا واجبنا. لا. تفضل. استاذ عندنا والله القضائيه حرف عدل. نعم. احنا عمال يوم يجور يوم ما نجيب من هنا ويقول لك عد دولار دولار، والله صقطنا كامل. نعم. ايوه، يعني انت تشتغل بالعماله صح؟ ايوه ايوه والله. طبعا الاجور مالتكم بقت هي هي والاسعار صعدت هي هي، بس المشكله من تروح على المواد يقول لك انا اشتغل على الدولار. نعم. ايوه مصيبه. ايوه والله مصيبه استاذ عمر. من يتحمل المسؤولية؟ الحكومة وحدها لو التاجر كذلك هم يتحمل المسؤولية؟ إذا تحدثنا عن الفترة هاي، يعني ربما أكيد التاجر راح يخلص المواد الغذائية اللي اشتراها بذاك السعر وراح يشتري بالسعر المرتفع، فهم يتحمل مسؤولية التاجر؟ يتحمل مسؤولية التاجر. نعم. طيب عمر، هو هسه ماخذ غير قبل انصعد الدولار هو أخذ المواد الغذائية. نعم. ليش يصعدها؟ ما يخافون الله ولا التاجر. الله يعينكم، الله يعينكم، الله يفرج عنكم يا رب. وشكرا لك استاذ. انا اشكرك، اشكرك عيني. علي من كركوك كان معنا. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل اخي صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. يعني بالنسبة للحكومة لا حد يترجى من هذا خير، يعني حتى هاي الصعود الدولار كلها خطة مدروسة لتدمير الاقتصاد العراقي، فالحكومة ما راح تشيل هم للعائلة العراقية والمواطن العراقي شو راح يعيش، ما يهمهم، يعني اللي جاي يقتلون بالمتظاهرين ويقتالون بيهم ويخطفوهم هاي مو حكومة، احنا نعرفها عصابات ومافيا، مافيا جاي تدير العراق صار لهم 17 سنة، ولا لو هم صدق الميزانية صار لهم أكثر من أسبوع جاي يتناقشون في إقرار الميزانية، المفروض بيهم مبلغ، يعني مبلغ لوزارة التجارة. نعم. في سبيل وزارة التجارة تستورد على ذمتها، لأن احنا نعرف التجار العراقيين حاليا كلهم ميليشيات وكلهم مدعومين من الميليشيات وهم ناس جشعين يستغلون هيك فرص، فالمفروض بهم وزارة التجارة، وزير التجارة الآن هو وزير المالية ووزير التخطيط، يخلون خطة لمساعدة العائلة العراقية البسيطة بالبطاقة التموينية. بس هم ما يهمهم، لا تهمهم أن يوفرون خدمات ولا يهمهم يوفرون مواد غذائية للمواطن العراقي، ولا حتى هاي الأدوية جائحة كورونا كان لهم موقف مشرف وزارة الصحة والدولة، لا عندنا رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية ولا حتى رئيس البرلمان يهتمون للعائلة العراقية شلون تاكل وتشرب وين قاعدين، ولا هسه هاي اللي حكى من المخيم، يعني وصمة عار لحد الآن ان المخيمات باقية بالمحافظات الشمالية والغربية وبغداد وعلى حزام بغداد، شنو باقي المخيمات؟ احنا في فصل شتاء، يعني أغلبية الناس هسه قاعدة ويا أهلها وأطفالها ومدفين على الصوبات والتدفئة، ما يفكرون الحكومة بالعوائل اللي عايشة بخيمة والهواء والتراب ووسخ وجوع ومرض، يعني ما حد يفكر بيهم، هذا اللي ما يفيد بيهم إلا التظاهر ضدهم، التظاهر ضد الحكومة، المفروض هسه المتظاهرين يطبون على وزير المالية داخل المكتبة، يطبون يقولوا له قدم استقالة، وقع على الاستقالة، يجبرون على الاستقالة على هيش تصريحات، المفروض هو يجمع الناس اللي عنده الاختصاص من اقتصاديين بوزارة المالية ويقولون تعالوا خلونا خطة، خلونا نسيطر على دينار العراق اللي ينهار بعد أكثر من هالانهيار، المفروض بيهم من يضخون دولار
الدينار العراقي ينتعش، لان البنك المركزي جاي ضخ دولار للسوق، فالمفروض بيهم من ضخ كسر الدولار بالسوق عند المصارف الاهليه، ونعرف احنا المصارف الاهليه هي المن الحزب الدعوه وامثال حزب الدعوه، كل المصارف الاهليه اللي هي مهيمنه على العمله الصعبه، فالمفروض بيهم يدعمون الدينار العراقي في سبيل ما يخلونه ينهار ويصعد الدولار، وبالتالي راح يستغلها التاجر ما يهمه يصعد المواد الغذائيه، يعني هم التجار كلهم معروفين جشعين، واحنا نذكر بزمن صدام كانت هم ازمه حصار وحصار جائر، مو مثل هسه احنا ماكو حصار، بعض التجار ضعفاء الانفس استغلوا فرصه هذا الحصار الموجود فعاقبتهم الدوله، عاقبت ايش كم واحد من عندهم اللي قصم ايده واللي انسجن واللي غيره، فبقيه التجار كلهم جرم عدل في سبيل الحصار. هي الحكومه المتسبب برفع بهذه الاسعار، يعني والبطاقه التموينيه اخي صباح، البطاقه التموينيه على الورق موجودة وتصرف عليها ملايين الدولارات شهريا، ولكن على الأرض غير موجودة، المواطن ما يستلم منها شيء. دكتور عمر صدقني الحكومة متقصدة هذا الوضع، يعني حتى المرجعية بخطبها المفروض المفروض تتهجم على الرئيس الوزراء وعلى وزارته، تقول له جاي تسوي إذا ما تقدر على فتشي تقدمه للناس والسيطر على هذه الأزمة الاقتصادية، المفروض تجبر المرجعية تقول له ذب استقالة أنت ووزاراتك، وتجبر تجبر تجبر الشارع العراقي انه يظاهر، تخليه تدعمه يظاهر سلميا، احنا مو ضد العنف او غيره، لكن حكومه بائسه فاشله ما نترجى خير من عندهم، ما راح يبنون دوله مواد غذائيه ورواتب للمواطنين ما عندهم القدره على توفيرها، شلون راح يبنون دوله ذولا حزب الدعوه اللي صار لهم 17 سنه، واحنا نعرف نور المالكي فتره حكمه اللي 8 سنوات دورتين يعني اكثر من يمكن 500-600 مليار لزم، وينها كلها دعم للشبيحه في سوريا والميليشيات العراقيه والحرس الثوري في سبيل يحمي ايران من هذا الازمه الاقتصاديه اللي جاي تمر بيها، ولا حتى هسه اي مواطن عراقي اذا تسال تناقشه بالميزانيات الاربع سنوات الراحت ما عنده معلومات، كل المواطنين كنا احنا ما عندنا معلومات ان الميزانيات السابقه شلون اقرت، وين المشاريع ايش بنوا بيها، شنو الخطط اللي سووها بهاي الميزانيات اللي راحت، ما حد يعرف، المواطن العراقي ما يعرف راحت بجيوبهم وطلعوها برا. انا اشكرك اخي صباح من بغداد، ام حاتم من بغداد تعاود الاتصال بنا، تفضلي ام حاتم تسمعيني؟ ام حاتم فقدنا اتصال مع ام حاتم من بغداد. طبعا لجنه الخدمات النيابيه اعلنت عن ارتفاع الاسعار في الاسواق العراقيه بشكل مستمر لمختلف المواد وخاصة الغذائية، وقالت عضوة اللجنة منار عبد المطلب بأن الأسواق العراقية تشهد وضعا غير مستقر بسبب ارتفاع الأسعار المستمر وعدم وجود إطار حكومي لضبط إيقاع الأسعار بما لا يؤدي إلى ضرر ينعكس على الشارع العراقي. شددت عضوة اللجنة على ضرورة أن تكون هناك خارطة طريق لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة والحد من الآثار السلبية لرفع سعر الدولار، وأشارت إلى أن رفع سعر صرف العملة الأجنبية يعد قرارا خاطئا سيضر بنسبة عالية من العراقيين. معنا اتصال أبو صالح من صلاح الدين، تفضل أبو صالح. شو أبو خطاب؟ أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. شو أكل غالي؟ حياك الله، يا أهلا بك أستاذ عمر. اليوم ابني قال والله مشتهي دجاجة، ورحت عاملت على الدجاجة هاي الشوي، قلت له بيش غيرة يعني ما بيها نص كيلو، قال والله صعد دولار ب5000 اريدها. ليش هي بيش كانت؟ كانت ب3000 ب4000 6000، بس مو هيك يعني صحتي كلها كلمة دولار انت. نعم. اي والدهن، الدهن كان ب1000 2000. هسه بيش؟ اي هسه ب2000 البخ صاير و... نعم. وصار من صار الكرامي رئيس وزراء ما مصطاح دهن زيت. اي بس يعطونا شكرات شويه وتمن. برايك هاي البطاقه التموينيه صار لها سنين وين دا تروح؟ يعني شنو هاي الجماعه دا ياكلوها كلها لو فلوسها لا تروح بجيوبهم؟ سمي ان شاء الله بطونهم استاذ عمر. نعم سم والله العظيم دمرونه القران الكريم، يعني العالم الله يساعد ما عنده، الله يساعد الفقير. نعم والله يساعد يعني الآية النازحة العالم.
اي والله والله كريم الله موجود ان شاء الله. ونعم بالله ونعم بالله. انا اشكرك عمر. انا اشكرك ابو صالح من صلاح الدين كان معنا. طبعا اللجنه الاقتصاديه النيابيه اتهمت حكومه مصطفى الكاظمي الحاليه بالعجز عن معالجه الازمه الماليه الراهنه، وقالت عضو اللجنه ندى شاكر بان الذهاب نحو استقطاع رواتب الموظفين لحل الازمه الماليه جزء من تخبط الحكومه في القرارات الاقتصاديه للبلاد، واشارت الى ان ارتفاع سعر بيع الدولار سيعود بالضرر على المواطن فقط، وان هناك جهات سياسيه حققت مكاسب كبيره من خلال ارتفاع سعر بيع الدولار. في مدينة السليمانية قائم مقام مدينة السليمانية قال بأن أوات محمد قال بأن التجار استغلوا الإرباك الحاصل نتيجة تغيير سعر صرف الدولار، حيث قاموا برفع السلع والمواد الغذائية بما في ذلك المواد والبضائع المنتجة محليا. أضاف محمد بأن قرار رفع سعر الدولار بهذه السرعة أربك السوق داعيا لاتخاذ إجراءات مشددة ضد من يرفع الأسعار لحماية ذوي الدخل المحدود. وشهدت عدد من المواد الغذائية والخضروات في العراق ارتفاعا ملحوظا بالأسعار وسط حالة من الركود جراء ارتفاع الأسعار وتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار. معنا اتصال أبو شيماء من بغداد. تفضل أبو شيماء. أبو شيماء تسمعني؟ أبو شيماء مدى يسمعني. طبعا في إطار التنصل عن المسؤولية وتراشق التهم بين شركاء العملية السياسية، هو إحنا بس نحصل منهم تصريحات، هذا يتهم الحكومة والحكومة تتهم البرلمان وهكذا، بس هم تعاليلهم وقعداتهم وصفقاتهم بيناتهم. عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر قال بأن ضعف الحكومة دفع بها إلى تخفيض قيمة الدينار وما رافقها من آثار سلبية بدلا من محاربة الفساد والفاسدين وإعادة الأموال المهربة وحصر موارد الدولة بيد الدولة. أضاف كوجر بأن الموظف البسيط سيفقد أكثر من 40% من قدرته الشرائية و22% من مخصصات الراتب بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، الأمر الذي سيأتي بالضرر على القطاع الخاص والمواطن بشكل مباشر. أشار إلى أن العراق ذاهب نحو كارثة اقتصادية بسبب السياسات المالية الخاطئة. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو عبد الكريم من سمراء. تفضل ابو عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. انا ما يعني ما يصير شيء. شلون عيني؟ الدولار يعني مو هيك يعني صاد علينا، مو هيك فدنا صعب علينا. اي والله خي يعني، وانا فلح من نجيب الكيماوي يعني، انا فلح مثل مره. نعم. اي واحنا فلاح يعني ما يرهم يعني، صدنا على الكيماوي، صدنا على اسمده مثل الفنطه. يعني ذني هم ارتفعت اسعارهن ابو عبد الكريم، انت كفلاح يعني الكيماوي والمواد المتصله بزراعتكم هم ارتفعت خلال هاليومين؟ اي والله ارتفعت كلها ارتفعت. نعم. اي وفلوس الفنطه مال 2020 و14 كلها ما سلمناها.
يعني الدولة ما اعطتكم، الحكومة ما اعطتكم؟ خلاص ما اعطتنا والله ولا ربع. شنو عذرهم؟ ما عندهم فلوس؟ والله يقولوا ما اكو يعني على الميزانية ما اكو. اي اي مال 2014 ومال 2020. مال 2014 ومال 20. اي والله مال 2014 ومال 2020. نعم. اي والله ما الناس يدون قناتكم اذكرها يعني بس في نعم يعني الناس يدون قناتكم مبكره يعني بس كي تناقشوني على مدى الفلوس ال 14 و 22. يعني اخذوا حنطاتكم وما اعطاكم فليساتكم ها ابو عبد الكريم؟ ها اخذوا الحنطه وما اعطاكم فلوس؟ اي والله ما انطونا فلوس. شلون مصيبة؟ اي والله احنا كنا يعني حتى اسمي كنا سنة الدولار. نعم. يا الله يعينكم والله يفرج عنكم يا رب. ابو عبد الكريم من سامر. يا يعني حكومة مو الجماعة مو بس يسرقون ميزانية الدولة وفلوس النفط وال يعني العقود الكبيرة والاستثمارات، لا هاي مثل ما سمعنا من أبو عبد الكريم ماخذين الحنطة من الفلاحين بال 2014 وهاي 2020، لا مطيهم فلوس ال 2014 واللي غاية الآن ما مطيهم ال 2020. زين هسه طوهم من 2014، زين مو أنتوا أخذتوا الحنطة أكيد طحنتوها وبعتوها، بعتوها للتجار، هم هاي أكلتوها؟ شو سوى هالحرامي؟ شو سوى يبقى حرامي؟ معنا اتصال ابو احمد من الرمادي، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك اخوي العزيز. بارك الله فيكم. الله يسلمك. اول شيء اخوي العزيز، نعم، بالنسبه يعني انتم عارفين كل موضوع انه موضوع الدولار انخفاض العفو دينار العراقي، نعم، والموضوع والوضع العام كله بالعراق، نعم، يعني ما ادري شو احكي لك. لماذا يعني ماذا هاي الصدمة الشعبية من تغيير سعر الصرف وتخفيض الرواتب الموظفين وفرض ضرائب جديدة؟ هذا أخوي هذا نتاج واضح من مباشر بحكم البيوتات الطائفية الشيعية والسنية والكردية. نعم. يعني من خلال 17 عام انفجار مشاكل بلاد اقتصادية وانفجار كان نتيجة حتمية إذا لم تحدث هذا العام، تحدث العام يعني الجاي. واحد أو اثنين عندما يعني عندما خرج الشباب صدور عالية في تشرين المطالبة بتغيير أساسات هذا النظام الطائفي، انقسم الشعب بين مؤيد وداعم وقسم آخر لا يبالي بسبب الراتب الشهري. يعني أنا حكيتها سابقا، بسبب الراتب الشهري يقول لك أنا ما أعمالي علاقة، يعني أسر الراتب ومرتاح وما عندي شيء وما بحالنا. نعم. هذول العريش طالعين وشئنا طالعين وإحنا هم طبعا مستفادين الراتب. زين؟ نعم. يعني ما توحد العراقيين في ذاك الوقت وقدموا المصلحة الوطنية على المصلحة الفردي. لما وصل الحال إلى هذا الحال اللي حاليا نزل الدينار العراقي، بدأ الموظف يحس على نفسه. يعني كل الموظفين الدولة يعني خلينا نقول ما نخص معاملة عامة. نعم. يعني حال الوضع قلت لك هذا نتاج ال 17 سنة اللي حكمت به الحكومة السنية ولا الشيعية ولا كل كل الموجودين. أخي العزيز العراق ما أقول حكومة والله عيب والله عذرة منك يعني ناس ما تأكلت حكومة والله يا أخي لا أحد يقول حكومة، قول عصابة ينفع العصابة يا أخي من واحد إلى واحد. يعني البارحة قصة الخضراء وإيران تقول له أنا مستغربين، من إيش مستغربين؟ يقولون أمريكا هي سوتها، أو الميليشيات يقولون مو إحنا، ومقتدى الصدر اللي كان يحكي على السفارات وغيره على أمريكا وإحنا وإحنا والمقاومة وإحنا جهاديين، حس هو يحامي السفارات الأمريكية. نعم. هذا كله سببه، كل البلاء اللي إجانا واللي جاي يصير بالبلد هو طبعًا إحنا إيران منتهي معده، إيران شو دخلها بالعراق؟ سبب أمريكا. اللي جابت هؤلاء الناس الطائفيين العرب انشيه ها، نعم، ودخلتهم على هذا البلد وخلتهم تستلم البلد.
التالي العراقي صار به هيك حال، يعني تصور يعني لا صحة لا غذاء مثل العالم، لا إعمار، كل الأمور اللي بالعراق إلى من سيء إلى أسوأ. يعني العراق وصل إلى انحطاط، انحطاط يعني مجاعي، أقول لك يعني ما أعرف شنو راح يصير بالبلد صراحة. بس إحنا نحكي ويا الشعب، يا شعب، وأكرر وأحكي النوب مرة ثانية يا أخي العزيز، يا شعب، يعني أنا وصلني خبر بأنه بالأنبار أكو تحرك، أكو حس وطني بدأ يتحرك، يتحرك شوية، يقول إحنا مثلا أكو يعني توجه لإنشاء مظاهرات داخل الأنبار. طبعا هذا الخبر مو من عندي صراحة، الله شاهد، يعني الكلام وصلني من خلال موظفين وطنيين وعرفهم، يعني قالوا أكو تحرك. نعم أبو أحمد، مظاهرات أبو أحمد. نعم أني أشكرك أبو أحمد من الرمادي كان معنا. خلونا قبل الختام نقرأ كم تغريدة على تويتر تحت وسم مصارف الحرامية. أبو زينب يقول: مصارف الحرامية تعطل 3 مليون فرصة عمل وتقوم بحرق 50 مليار دولار سنويا. مرتضى يقول: مصارف الحرامية المنتشرة في بغداد لا تؤدي أي وظيفة مصرفية إلا السرقة. أبو حالوب قال: مصارف الحرامية عبارة عن دكاكين لشراء العملة ثم بيعها بسعر أعلى. أبو محمد مصر قال: 17 سنة ومصارف زعماء الكتل السياسية تمتص باقتصاد العراق وتدمر الوضع المعاشي للشعب العراقي عن طريق غسيل الأموال. نعم مرتضى يقول: الصناعات الغذائية تحتاج 500,000 يد عاملة، الإنشائية تحتاج إلى 750,000 يد عاملة، وهلم جرة، لكن مصارف الحرامية تمنع ذلك من أجل استمرار بيع الدولار الذي يدر عليها الملايين يوميا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول ارتفاع أسعار السلع في العراق بسبب رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من قبل الحكومة الحالية. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.